اليوم تم تعطيل الدراسة في كل مدارس قطاع غزة، لم يذهب الطلاب إلى مدارسهم في هذا اليوم كخطوة احتجاجية تصعيدية من قبل اتحاد الموظفين هنا في غزة بناء على هذا القرار الجائر بحق رئيس الاتحاد توقيفه على العمل لمدة 3 شهور بدون راتب، ثم إنذار نهائي في حال تكرار مثل هذا. هذا كلام وادعاء مرفوض من إدارة الوكالة أننا نمارس أنشطة سياسية. ما نمارسه الآن هو حق نقابي كامل في تواصلنا المجتمعي وتواصلنا النقابي مع مجتمعنا الفلسطيني، وكل ما يقال عكس هذا الكلام هو كلام مرفوض. هذا الموضوع يعود إلى طبيعة إلى التعارض في الصلاحيات والاختلاف في المناهج. يعني الأونروا لها دور كبير، وهناك حكومة أيضا تريد أن تكون هي صاحبة القرار والتصرف، وبالتالي كل طرف يعمل وفق منهاج تربوي وتعليمي واجتماعي مختلف، لهذا تنشأ هذه التعارضات. لا توجد أي أهداف خاصة خلافية بين حركة حماس والأونروا، بالعكس عبرنا مرارا وعبر وثائق وبيانات بأن الأونروا هي صديقة الشعب الفلسطيني. أنا أؤكد لك أنه لا يوجد أي توجه لدى حركة حماس ضد الوكالة مطلقا، الوكالة هي صديقة للشعب الفلسطيني، نحن نريد الحفاظ على هذه الصداقة بالشكل الذي يخدم قضية اللاجئين.